ثلاثة يعني سادتي ساداتي الله الله على فوقش وعلى الفوقش الله الله عليه. ضيفنا النهارده لما كانش جاي كنت ازعل جدا لاني بموت فيه. ضيفنا النهارده يتميز بخفه دم منفرده شيك كوميديان بيفكرك بحد كده جورج سيدهم. اقدم لكم النهارده قنبله الكوميديا ادوار. ادوارد منورنا ومنور شرم الشيخ كلها. الله يخليك يا سالي، انا مبسوط جدا والله ان انا معاك النهارده في حلقه على البحر كده وفي الهواء في الشمس. حاسس بايه وانت في شرم الشيخ؟ بقالك قد ايه ما جيتش؟ صدقني بقالي كتير قوي ما جيتش شرم الشيخ، مع اني قعدت سنه بصور فيلم هنا في شرم الشيخ، فيلم خليج نعمه. سنه بتصوره في الفيلم؟ قعدنا سنه نصور فيه. قعد سنه يصور في خليج نعمه. كنت خدت كورس طيران احسن يا جدع. كنت جايب الجيتار معايا ونقعد بقى نغني مع احمد فهمي ومحمود العسيلي وغدا عادل ناي كساب. فين الغنى يا ابني؟ والله الغنى مش عارف بقى، يعني نسيني فنسيته. يغني اجنبي كفته، بنحمد ربنا انه خلع عن الغنى، كان ممكن يقعدنا في بيوتنا. انا احب اكبر دماغي في كل حاجه ولا كل حاجة. طب انت اب دلوقتي يعني بقالك فترة اب؟ ولادي الحمد لله الاثنين شاطرين، بنتي السنة دي بتمثل معايا في عادل امام، طلع دور بنتي برضو. احنا بنبقى عندنا تصوير لحد الساعة 1 بالليل، بتروح مدرسة 6 الصبح، وبعد كده اروح اخدها من المدرسة واطلع على التصوير وهي ما اشتكتش ولا يوم. ميرو كل سنة طيبة، ما تقلقيش على بابي واعملي اللي في دماغك واسمعي كلامه في نفس الوقت. مش عارف ازاي بقى. انت ما كنتش فاهم أي حاجة من اللي بيعملوه، بس أنا برافو برافو هايلين ابنه. ادوار اللي عملته في الناس في التلفريك هيطلع عليك هنا ايه؟ كشك وفريك. هنا مفيش تلفريك، هنا في هليكوبتريك معسكريك بحريك لانشيك. ليندا ليندا يا ليندا. ادوار انت ضعت. ليندا ليندا يا حياتي. اخر افلامه مهمه في فيلم قديم. لا خليك معانا بقى في الجديد. از از كابوري يا از از كابوري لو ازوني ها از از ايه. بس دي بتاعت احمد زكي في فيلم انا عدتها بتوزيع المهرجانات في فيلم مهمه فيلم قديم مع الفنانه فيفي عبده. كسرت الدنيا. بس ايه ده؟ قلت ايه؟ تغلط في اوكا ارتيجا؟ تقدر تقول الكلام ده قدام اوكا؟ عفاريت الاسفل. انا ما عنديش مشكله شخصيا مع اي حد يغني، ولكن يغني باللي يليق بمصر. عملوا لي اغنيه لما يقرب ميعاده بلقاني جريت اوام. هنيجي سيزون من يناير لحد رمضان عمالين حرق شغل شغل شغل، ونيجي بقى من رمضان لحد يناير قاعدين. انت اللي قاعد، امال احنا نقول ايه؟ قربت تنزل على الكراريس يا ادوار. نص الكوبايه الفاضي عند ادوارد فين؟ ايه السؤال ده؟ هجاوبه ازاي ده؟ يعني ادوار ما فهمش. نص الكوبايه الفاضي اهدى نحتي شويه. انت مش عايز تشوف، بس لو فكرت ان انت تشوف في ايه؟ يعني احنا في شرم الشيخ وعلى البحر وتقولي لي نص الكوبايه الفاضي في ايه؟ في ايه في نص الكوبايه؟ ايه الحاجه الغم في حياتي؟ الكابوس هيبدا دلوقتي. ادوار فوق في الحته دي والطياره جايه 4 ساعات. خلوه زي الفل وجاهز لف البحر كله يا معلم. ادوار خش على بوش. انت هتزعل زعل النهارده. ايه؟ مازال هنعمل ايه؟ مالي قدام رخيم، عفوا اخسر. ده علم اسرائيل. طارق انزل، في حد جاي على المدرسة. ده ايه ده؟ تصريح ايه ده؟ عليه علم اسرائيل. ايه ده؟ ايه؟ مازال هنعمل ايه؟ مالي قدام رخيم، عفوا اخسر. ده علم اسرائيل. طارق انزل، في حد جاي على المدرسة. ده ايه ده؟
تصريح ايه ده عليها علم اسرائيل يا كمان؟ ايه ده؟ في ايه؟ يا في ايه؟ خاف ولا لا؟ اهو خاف ولا لا؟ قلت لكم ده في ليندا ولا هندا؟ تطلع الماتش كله. بركه يا طارق. يا ريس محمد. يا جماعه ده في ايه؟ يا جماعه حد ينزل. مين ده؟ مين يا جماعه؟ مين طلعوا فوق؟ انتوا طلعوا فوق. احنا فين؟ احنا فين؟ يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب انا ما عملتش حاجه. بس يلا سيبه. يعني ايه؟ بس يا طارق في تصريح فين؟ هو احنا فين؟ مع طارق. تصريح فين؟ هم مين دول؟ وحضرتك حضرتك مين؟ حضرتك من الحدود الاسرائيليه. حدود ايه؟ ذلك كمان الاسرائيليه. احنا في الحدود الاسرائيلية؟ ليه؟ شو جاكتونون؟ هقول لحضرتك بس شو جاكتونون؟ يعني ايه؟ مصر؟ احنا من مصر اه بس انت حضرتك مالك بتتشنى كده ليه؟ هما مالهم في ايه؟ خلاص طب اقعدوا يا جماعة لو سمحت لو سمحت ما تضربش حد لو سمحت ما تضربش حد لو سمحت ما تضربش حد حضرتك احنا هنلف ونرجع هنلف ونرجع لا هتعمل لا حضرتك حضرتك هتبقى معانا المعسكر الاسماعيلي معسكر ايه؟ لا احنا هنرجع معسكر ايه؟ مش هنروح معسكر لا ما تعملش كده حضرتك ما تعملش كده هتضرب ايه؟ هتضرب ايه؟ اقتلونا بقى عشان تقتلونا اقتلونا في ايه؟ ايه؟ اخويا عايزين تعملوا ايه؟ دلوقتي بتجيب على المحصل. لا مش هنيجي حتة لا ما تمسكش حد لو سمحت سيب الناس هنا ما تقتلش حد بس لا احنا قاعدين هو احنا ايه؟ عندي اوامر بضرب في المليان ما بتقتل حدا عايز تضرب اضرب عايز تضرب بس احنا مش هنروح معاك حتة مش هنروح معاك حتة كلموا السفارة تبعكم وليك الحكاية تبعكم كلموا لي وزير الخارجية لا مش هروح حتة معاكم انسى انسى مش هروح حتة معاكم ما تضربوش حد ما تضربوش حد سيبوا الناس سيبوا الناس لا مش هنزل مش هنزل اضرب اضرب اتفضل اضرب لا مش هنزل ومش هتحرك طب انت فين؟ انا مش هتحرك اضرب عايز تضرب هيضرب بتمشي معنا على المعسكر وهناك بيتم التحقيق معكم بتكلم السفاره تبعك يلا ربيتو ربيتو يا شلو اهو فوت 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 على نزل ادوار وركب المركب اللي عامل لي مسخسخ اللي عند فوش ما يفوقش اهو ادوار اهو حبيت انت ادوار ما كنت هوا
عشان هو اللي بيشوف حيلوه كل عريس ادوار اتكتب همي لو هتموتونا موتونا موتونا وخلصونا ادوار بيضرب ادوار مش فارق معايا حاجة مش مش ما بتخطى لك يا بيوتا عايزين ايه؟ من مصر شجرة الرمال احنا كنا منصور برنامج في شرم الشيخ شو اسمك؟ شو اسمك؟ شو اسمك؟ تكلم لوحدك؟ عرفت اني بشتم لوحدك؟ انتبه انا اعرف العربية احسن منك وانا اعرف انك شعب ابن كلب احسن من امك من اتى بك الى هنا امك قالت لي تأدب انت طولت مره اخرى ستعدم وانت فاكر السيسي هيسيبنا هيجي يدمر امك يا سيسي السيسي اللي تأدب للمرة الأخيرة تأدب ستعدم الآن يرحل إلى تل أبيب إعدام انتهى ادوار جامد جدا هنعمل فيه حركه دلوقتي دلع ادوار
اجري يلا اجري اجري ادوا اجري يلا اجري في المدينة اجري بسرعة اجري اجري ادوا اجري 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 انت طيب خد نورك انت طيب اقول لكم ايه الناس دي كلها اللي عملت فيك كده انا كنت بصطاد هناك في الجبل اللي هناك ده لا قصدي في البحر ده انا كنت بصطاد فين معدي الواد ده قال لي الحق ادوار في عيال اسرائيليين ماسكينه مش عارف ايه يقولوا له بيحققوا معاه وبتاع تعمل ايه عمل ايه ده بقى ايه ده ايه لا ما مش متخيل كده تسيبه جامده الادوار يا جماعه انتوا بتخرجوا ولا ايه فيلم 200 جنيه اللي عليك اللي انت اجرت بيهم الاستوديو ها ها والاحمر على بطيخ احمر على بطيخ والنبي قولها كده والنبي والنبي لا 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 والنبي يا والاحمر على ابويا بطيخ قول ابدا باحمر على ابويا بطيخ يلا على ابويا بطيخ لا 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 والنبي تسيب متواصل تسيب متواصل الراجل ده بني ادم جميل قوي لا 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 ما انا عمال تشتم عليا تشتم فيا وانا بحقق معاك ليه انت شغلعتني بس كده طلع ادوار اصلي 350% بجد مفيش كلمه غير شتيمه رافض تماما اي حد يعامله بالطريقه دي او يترحل او الكلام الفاضي اللي بيعملوه الناس ده موافقين الراجل ده يستاهل ايه دي احسن احسن حلقه اتعملت عندنا وانا فخور بيك جدا تعالى سالي زعلان كله بيقول انا زعلان انا ذنبي ايه انا مش مخطوفه معاك لازم انا مش انا بعدين احنا ثلاثه قوس واقفين جنب بعض دلوقتي صح كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم الله اكرم لا ايه ده لازم تتكلم احلى من كده بعدين انت قلت لي على المركب ان انت مش بيفرق معاك حاجه واللي بيحصل بيحصل ودايما بتبقى مبسوط بعد كده ومتفائل وخلاص بقى انا مبسوط اهو ما... لا لا فوق انت ايه اللي حصل قول لي ايه حسيت بايه الصح يعني بجد ومعسكر اسرائيل الطياره خدت بالك من الطياره طيارتنا ما بتهزرش طبعا اتعورت مش انت على فكره يا جماعه انت شفت طبعا طحن العساكر على المركب ده اول رد فعل للراجل ده انا عمال بتنطط عليه تحت في المونيتور طلع فوق انا متوقعش اول ما نزل في الارض قلت بس باظت الحلقه وجاب ورا لقيته طاحن رجعوني تاني قالوا لي الحق ده نازل ضرب في الناس كلها فالاصابات دي منه هو اللي عاملها لنفسه دفاع عن نفسه يعني ما حدش ضربه حد ضربه بس خطفت قبل كده خطفت قبل كده لا اول مره تتخطف طب شفت وبعدين ما انت كنت عامل مقلب السنه اللي فاتت من نفسك بقى طلع كله على ادوار النهارده حبيبي ادوار بحبك جدا الراجل ده من اطيب البني ادمين واحسنهم بجد ديسنت وناس محترم وفنان كبير قوي 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 وبجد زي ما انا قلت ما بكدبش اي فيلم اضافه ليه ان ادوار يكون فيه بنحييك نشكرك وسامح سالي قبل ما امشي خلاص سماح عشان خاطرك يا نهاري حبيبي انسان طيب يا ادوار واسف اذا كنا تقلنا العيار بس انت اللي وطني زياده عن اللزوم احنا انت عملت اللي عليك وزياده وفخورين بيك جدا عايزك تقول للناس كل سنه طيبين في رمضان اقول سمعتك يا فوش الاول طبعا سمحت فوقش ده حبيبي يعني جاري وحبيبي ما اقدرش ازعل منه ابدا وزيي خلاص وزيي انا خلاص زيي خلاص ده انت سبتني قول للناس ما دفعتش عني تسيبني وما تدفعش عني ثاني والله دفعت عنك انا اول سنه كنت شاكك سيبيه في اللي هو فيه الله يسامح يعني انا اتخطف وما تدفعش عني وكمان مش عايز تسامحني وعماله تعمل لي باباي وقاعده جنبك على فكره خدت كام صور بقى مش عايز اقول لك وخش على فوقش
كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم ومحمد فؤاد طيب وبخير ونشوفه دايما ان شاء الله على الشاشه كل سنه. خش على فوش. خش على فوش اهو. قول خش على فوش. خش على فوش. ايوه خش على فوش. خش على فوش.